اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي 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 زملكاوي. لا انا اهلاوي. طيب توقعاتك ايه لمباراه الاهلي والزمالك في الدوري الخميس القادم؟ والله يعني وان شاء الله كده هنعمل نتيجه كده زي اللي هم لسه عاملينها، اللي هم اصلا جت عليهم بالنكسه يعني فكرتهم بالاحزان، فان شاء الله نكررهم تاني يعني 6-1 ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله 4-0. ادي 1-0 الاهلي ان شاء الله. 3-0 باذن الله. ان شاء الله الزمالك يكسب. وجه رساله للجماهير اللي نبذت تعصب. يعني دي روح رياضيه، هي برضو احنا متعودين على المكسب والخساره، واحنا دايما تنافس بين الاهلي والزمالك، يا ريت يكون في روح رياضيه احسن من كده وافضل من كده بكتير. يعني الكوره اصلا فيها مكسب وخساره، خسرنا هو كتبنا مبروك، خسرنا عرض لك وخلاص للفرقه الثانيه. ولا حد يتعصب وباذن الله الاهلي يكسب وكله تمام. يعني خلينا في الكوره، خلينا في اللعبه الحلوه وخلاص. لا هو المفروض نبقى مع بعض روح واحده، عشان ده فريق مصري يعني مش لازم ولا لا يعني الكوره مكسب وخساره، مش تعصب ولا احتياز. يعني فرقه كسبت فرقه خسرت نشجع، لو خسرت نشجع برضو، لو فريقنا خسر نشجعه برضو عشان نديله حماس اكتر واكتر.